في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وفي قراءة ينشركم في البر والبحر، يسيركم إما على أقدامكم في البر، وإما على الدواب، وإما على ما صنع اليوم من السيارات وغيرها، وفي البحر في الفلك، يسيركم في الفلك أي في السفن. واليوم الآن صار أيضا في الجو في هذه الطائرات، وكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم، أي وحده لا غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك هي السفن، وترك البر وصار الكلام عن البحر، لأن البر أمره أسهل من البحر. البر ممكن أن تجلس، ممكن أن تنام، خطورته على كل حال أخف من البر. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز السفر في البحر لوجود الخطر في البحر. وكان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما حكم الشام في زمن عمر رضي الله عنه استأذن عمر في أن يغزو البحر وينشر الإسلام عن طريق البحر من الشام، فكان عمر يرفض ذلك. فلما أكثر عليه معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو حدثني عن البحر، لأن عمرو بن العاص كان كثير الأسفار وسافر على البحر وكذا، قال: حدثني عن البحر. قال: إن هاج قتل، وإن سكن قتل، والناس فيه دود على عود، يعني خطير جدا. فقال عمر: والله لا أركب عليه أحدا من أمة محمد. وامتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى كان في زمن عثمان أيضا معاوية ألح على عثمان بأن يغزو البحر، وكان عثمان يرفض. فلما ألح معاوية وأكثر من ذلك قال له عثمان: بشرط أن تكون أنت معهم ومعك زوجتك. فقال معاوية: نعم. فأخذ معه زوجته وأخته، وكان غزو البحر بعد ذلك. ولذا هنا نجد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، ثم تكلم عن البحر ولم يتكلم عن البر، وذلك لخطورة البحر. فقال: حتى إذا كنتم في الفلك، وهي السفن، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ثلاثة أمور: هم في الفلك في السفن، جرينا بمن عليها بريح طيبة، هذه الريح التي تجي السفن الشراعية وغيرها، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. إذن هنا ثلاثة أمور: جرينا بالفلك والريح الطيبة والفرح الذي أصابهم. يقول الله تبارك وتعالى: جاءتها فجأة ريح عاصف، واحد، وجاءهم الموج من كل مكان، اثنان، وظنوا أنهم أحيط بهم، ثلاثة، دعوا الله مخلصين له الدين، أربعة. فذكر الله تبارك وتعالى في الشرط ثلاثة أمور، وذكر في جوابه أربعة أمور: أنها تأتيها ريح عاصف، والريح العاصف هي الريح الشديدة، وجاءهم الموج من كل مكان، فصارت السفينة كما قال عمرو بن العاص لعمر: دود على عود، الناس فيها، الموج يأتيها من كل مكان، انقلبت لم تنقلب، انقلبت لم تنقلب، هكذا موج من كل مكان. وظنوا أنهم قد أحيط بهم، لأن الموج يأتي من الأمام، من الجنب الأيمن، من الجنب الأيسر، من الخلف، من كل مكان، أحيط بهم، وظنوا أنهم أحيط بهم. هنا قال: دعوا الله مخلصين له الدين. هنا يخلصون الدين لله تبارك وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
فهنا يدعون الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، لأن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين، أو لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كما في آية أخرى. وهذا الإخلاص الذي يكون في البحر للأسف يتبخر إذا انتهى كل شيء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر انتهى كل شيء. نسوا الله تبارك وتعالى، وكان الإنسان كفورا. هؤلاء هم المشركون الآن، المشركون في حال الرخاء ينسون الله تبارك، لكن في حال الشدة يدعون الله وحده مخلصين له الدين. وذكر أهل العلم، وهي رواية عن سعد بن وقاص أخرجها النسائي، أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أهدر دماء مجموعة من كفار قريش كان شرهم عظيما، ومن هؤلاء الذين أهدر النبي دمهم صلى الله عليه وسلم عكرمة ابن أبي جهل. فلما دخل النبي مكة فر عكرمة وذهب إلى الشام، ثم ركب سفينة مع أناس في البحر فجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، فقال أهل السفينة لمن ركب فيها: أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول الآن هم كلهم مشركون، قائد السفينة المسؤولون يقول الآن أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول عكرمة: فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي عهد لئن أنجاني الله من هذه لأضعن يدي بيد محمد وأسلم. وكان الأمر كما أراد، وأنجاه الله تبارك وتعالى من هذه، وذهب إلى النبي في المدينة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقدومه وجاء ووضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وهذا كلام أنقله لكم عن الشوكاني محمد بن علي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشوكاني عن هذه الآية، يقول: وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول: وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا. هذه الآن فائدة تأتي. قال الشوكاني: وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة، أي في حال الكرب الشديد، في حال الشدة. يقول: كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يشابهها، فيا عجبا لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات، فإذا عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون، كما تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع. فانظر هداك الله
ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل بها أهلها وإلى أين رمى بهم الشيطان وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حتى انقادوا لهم قيادا ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الأوثان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عباد الأوثان كانوا فقط في الرخاء يشركون وفي الشدة يرجعون إلى الله، منتسبون إلى الإسلام في الرخاء يشركون وفي الشدة يشركون، أشد من عباد الأوثان. فتجد أحدهم إذا ضاق به الأمر قال يا مهدي يا جيلاني يا رفاعي، ينادي غير الله، يدعو غير الله، يطلب غير الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعضهم قال إذا ادلهمت الأمور وضاقت فلا تدعو إلا المهدي، فلا يدعى الله ولا يلجأ إلى الله، وهذا شرك أعظم من شرك عباد الأوثان، أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. فالأمر خطير جدا مما يقع من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم من الرافضة والصوفية وغيرهم في انحرافهم في هذه العقائد، وأنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا الإخلاص لله تبارك وتعالى يأتي بالفطرة، بالفطرة لا يملك الإنسان إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى، ولكن المنحرفين كما قلنا حتى هذه أفسدها عليهم الشيطان والعياذ بالله، فصاروا يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هذه دعوة الآن، هذه دعوة، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هذا وعد. وآية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف.